السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم وبارك فيكم، اللهم أمين، وجعل مسعيكم في مرضيه، اللهم أمين. اللهم أمين أمين، ونحن نحبك في الله، حبك ونسعد بوجودنا معكم شيخي الكريم. جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليك. اللهم الله أمين. وأمن مشاهدونا الكرام والمشاهدات الكريمات، ما زلنا نواصل حديثنا مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار حول مكفرات الذنوب والمعاصي، كفانا الله وإياكم الذنوب والمعاصي، ونواصل حديثنا ونحن في انتظار صلاة حضراتكم. نعم شيخي الكريم. نعم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، يعني أسسنا الأسبوع الماضي كلاما كان لابد منه، وأن من السنن الكونية أنه الإنسان يعرض للزلل ويعتريه ما يعتريه من الخطأ، لا سيما أن هذه هي بشرية الإنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. ومن السنن الكونية هو اقتران الإنسان بما به من بشريته أنه كتب عليه أمر لابد أن يقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. طب إذا كان هذه المسألة سيقع فيها الإنسان حقا وأنه معرض لها، فلا بد من العلاج، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. علاج الخطأ بخطأ خطأ، فعندنا بفضل الله البوابة أوسع مما تكون. قال الله جل في علاه: رحمتي وسعت كل شيء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. ولذلك قالت عائشة: لله ثلاثة دواوين. هذا حديث جاء موقوفا ومرفوعا، وإن كان موقوفا الأصح. قالت: ثلاثة دواوين، ذكرت منها وديوان، وديوان ظلم العبد لنفسه، ديوان المعاصي، وهذا هو أقرب إلى المغفرة، أقرب إلى المغفرة. نحن بصدد الكلام على أننا الزلل يقترن بالإنسان، ومن ادعى الملائكية رفضناه، ومن قال بتمحيد الطاعة قلنا كذب، ومن قال بتمحيد المعصية قلنا كذب، لأنه خالف النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت، فكيف للإنسان أن يكفر عن هذه السيئات، لا سيما أنها مبعدة عن مرضات رب الأرض والسماوات. أقول أول المكفرات وأعظم المكفرات، هذا مع أننا نقول أنه لم يتب، هناك حسنات مكفرات لهذه السيئات. أول هذه المكفرات استتمام التوحيد، سواء كانت كبائر أو صغائر، لأننا قسمنا بأن الشرع قسم المعاصي والسيئات إلى كبائر وإلى صغائر. فاستتمام التوحيد هي أول أو أعظم السبل والوسائل لتكفير السيئات. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام وهداية تامة مع استتمام التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا أبو بكر أو غيره من الصحابة قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه. فأراد أن يبدل النبي صلى الله عليه وسلم أو يرسي لهم الفهم الدقيق، قال: لا، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذه دلالة واضحة جدا على أن استتمام التوحيد مكفر لجميع المعاصي، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، فإذا كبائر أو صغائر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن
وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. معذرة الشيخ الكريم، هناك بث مباشر الآن على قناة الندى أو على صفحة قناة الندى الفضائية. لمن أراد أن يتابعنا على صفحة القناة، صفحة قناة الندى الفضائية، ما شاء الله. الحلقة الآن مذاعة، هناك بث مباشر. نعم، نسأل الله أن ينفع بهم. أمين رب العالمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. على ما كان من العمل، هذا تعميم كبيرة وصغيرة. يدخل الجنة لاستمام التوحيد بإقراره واعتقاده بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسوله. جمع بين العبودية والرسالة. العبودية هو ليس برب يعبد من دون الله جل في علاه، والرسالة ليعرف قدره ومكانته. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا وأن عيسى عبد، هو مخلوق لله، لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وأن عيسى عبد الله وابن أمته، هذه دلالة على عظيم ربوبية الله. أنت لما حصل النظر معها حسن الاعتقاد في هذا الباب يؤدي للمرء إلى أرفع المنازل عند رب العباد. فهو الآن قال عيسى عبد لله جل في علاه وهو ابن أمته، وهذه كما قلنا من عظيم ربوبية الله، أن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، وباقي الخلق من أبوين. وهذه التنوع، هذا دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. لذلك لما شهد المرء بعظيم ربوبية الله جل في علاه وبقضية الكون الكبرى وهي بتوحيده، دخل الجنة على ما كان من عمل، على ما كان من عمل. اللهم ارزقنا الجنة. ناخذ هذا الاتصال ونواصل. دكتور محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد، أهلا ومرحبا وعليكم السلام، تفضل. نسألكم الدعاء وأني أحب الشيخ محمد في الله. أحبك الله محمد في الله. عنك أحبك الله. أحسن الله عليك. أرضى عنك وعنك. تفضل. فكان عندي سؤال. عندي أخوات زوجتي يعني دايما بيأذوها يعني، وعايزين يطلقوها وكده، فاتخاصمت معهم ورجعت بعد كده صلحتهم وعشان البر والإخوة وكده، فرجعوا أذوها تاني، وهم دلوقتي على قطيعة، فهل ترجع تكلمهم ولا تقطيعهم ولا تتجنبهم؟ حاضر، أصلحنا الله وإياه. أمين. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم نواصل. طب معنا اتصال تاني يا أستاذ عدنان. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. الله يرضى عنك. جزاكم الله خيرا، واشكر شيخنا الدكتور محمد حسن عبد الرحمن، جزاه الله خيرا. وإياك، ربنا يحفظك ويحفظه. اتفضل يا حبيبي. بالنسبه للسؤال الاول. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، نسمعه، تفضل. السؤال الاول شيخنا الدكتور جزاك الله خيرا، كيفيه التعامل مع اثار الصحابه في الفقه والعقيده وغيرها من الناحيه الحديثيه، وكذلك كيفيه التعامل مع كتب التاريخ الحديثية أيضا. والسؤال الثاني بالنسبة لمعاملة بنكية، بنك يشتري شيئا معينا كسيارة أو غير ذلك، يشتري حديد، ثم بعد ذلك نأخذ منه هذا الشيء ويقسطه علينا، ما هي الشروط التي لابد أن توجد في هذه البيعة أو هذا البيع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أبو مروان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أخي الحبيب. عبد الله من البحيرة. أخونا عبد الله من البحيرة، أهلا ومرحبا يا عبد الله، تفضل. بقول لك حضرتك، إزيك حضرتك يا شيخ أحمد، عامل إيه؟ الحمد لله في نعم والله، كتر خيرك. والشيخ محمد كلكم تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك ممكن أسأل أسئلة؟ نعم. إيه
حكم التداول في الاسهم على على الاسهم في البورصه المصريه حرام ولا حلال في البورصه؟ والحكم التداول المضاربه على الاسهم في البورصه نعم. حرام ولا حلال؟ اسهم شركات النشاط بتاعها حلال. شركات قائمة هي؟ نعم قائمة أو أعمالها قائمة؟ هتبقى شركات حقيقية. شركات قائمة في السوق احنا بنشتري أسهم منها. شركات حديد وشركات لكن قائمة المهم قائمة شركات لها أرض على الواقع قائمة نعم ولا أعمال شركات قائمة وأنا طيب. بشتري السهم إن شاء الله يا يطلع يا ينزل حد بيشتري مني سواء طالع ببيع سواء نازل ببيع نعم. أنا بقى وخطوة والنشاط مباح نشاط الشركة مباح بشتري وساعات الاسهم دي بتنزل ارباح لينا على حسب ربحيه الشركه نفسها كسبت اخر السنه بتنزل لنا ارباح ما كسبتش او خسرت السهم ثمنه بينزل او بيتم ثابت على حسب بقى البيع والشراء عرض وطلب كله حاضر الله المستعان فما لا يا استاذ عبد الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم شيخنا الكريم نكمل حديثنا حول مكفرات الذنوب والمعاصي صلى الله عز وجل ان يغفر لنا اجمعين امين كما قلنا استتمام التوحيد سبيل إلى تكفير كل السيئات ولذلك الشافعي قال ألقى الله بكل ذنب خلا الشرك أحب إليه لأنه إلى مغفرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيحين طويل لكنني سأجتزئ الشاهد منه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختفى عن أبي ذر قال لا تتحرك فما تحرك ثم جاءه متهللا فرحا فقال لأبي ذر قال آنفا أخبرني جبريل أن من مات على لا إله إلا الله من أمتي دخل الجنة وقف أبو ذر يستمع فقال له وإن زنى وإن سرق قال 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 وإن زنى وإن سرق بالتأكيد يدخل الجنة من أول وهلة قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر فمن استتم له توحيده أراد الله نجاته فالتوحيد هو رأس الأمر وحديث البطاقة أظهر ما يكون وأجلى ما يكون 90 أو 70 سجل من السيئات الكبائر والصغائر ثم يقال له لا ظلم اليوم هذه بطاقة قال ما تفعل البطاقة مع هذه السجلات فيقول فيقال لا ظلم اليوم فيأخذ البطاقة وتوضع في كفة وفيها لا إله إلا الله لا إله إلا الله أخطأ أهل البدع وقالوا لا معبود بحق إلا الله وضلوا في أبواب توحيد الإلهية كلية أو في الأغلب ولا إله إلا الله لا معبود بحق لا أن نعلم هي لا إله إلا الله فقط تنجيه لابد أن يأتي بها لأنها لها شروط وأركان كما لا وإلا لقالها أعقل الناس مع إبليس قريش كانوا من أعقل الناس لما علموا بلا إله إلا الله أنها لها قيود ولا بد من الإتيان بها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب مسألة بالقول فيها أمور لابد أن تأتي وتتأتى لذلك قال من قال لا إله إلا الله في روايات صادقا من قلبه مستيقنا بها قلبه مخلصا فهذه كلها لابد أن يكون أن تكون توفرت فأخذ البطاقة ووضعت فرجحت كفة لا إله إلا الله كفرت كل السيئات ودخل الجنان إذن من أعظم مكفرات السيئات أن يستتم التوحيد في القلب فتتم الهداية والأمن التام ونقصان هذا بنقصان هذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من المكفرات أيضا إجمالا لا تفصيلا الحسنات وبالتقسيم الصحيح دون اللف والنشر نقول تقسيم الحسنات السيئات الصغار الحسنات الصغار تكفر والسيئات الكبار الحسنات الكبار تكفر وإلى التفصيل الله جل في علاه بيّن لنا ذلك وأن الإنسان سيقع في المعاصي والسيئات قبلها قبل الحسنات أقول اجتناب الكبائر يكفر الصغائر هذه مهمة حتى يحترز المرء من أن يجي لأنه ما دام المرء قد قرن به أنه سيقع منه الزلل فلا بد أن يعي جيدا متدبرا متفقيا في هذا الباب هل هو على خطر الكبيرة
أم الصغيرة؟ قال الله جل في علاه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فباجتناب الكبائر تغتفر الصغائر، ومن ذلك الحسنات يذهبن السيئات الصغيرة والكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات، هي أعظم الحسنات. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقم علي الحد، طهرني. فسكت النبي ثم قص عليه، قال: وجدت امرأة في السوق أعرفها، فأتيت منها ما يأتي رجل من زوجي، لكني لم أطأ، لم أنكح. فقال أبو بكر جذبه، قال: سترك الله فاستر على نفسك واسكت، طب بينك وبين رب، هذا الأفضل طبعا، ولأن الستر هو الأسطر الأوجب وهو الأعظم أجرا. وجاء عمر، تعلمون عمر ومن عمر، وما عمر عند الإنكار، مع ذلك جذبه، قال: يا رجل سترك الله فاستتر ولا تخبر. قال: والله لا أسكت حتى يطهر. كان صادق التوبة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه النبي، ثم أقيمت الصلاة، فقام الرجل فصلى وهو سيموت كمدا يريد أن يطهر، والنبي لا يرد عليه. فلما انتهت الصلاة قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ انظر محس النظر جدا في هذا. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب، قد غفر الله لك. إذن الصلاة كفرت، لم يتب، لم يستغفر، فقط أتى بهذه الحسنة مكفرة لما سبق. ولذلك أنا أقول: لما يأتي سين يعصي الله، أريد أن أخذ عليه المعصية أو أعيره بها، كان في الظهر، جاء العصر وعلمت يقينا أنه صلى العصر، بعد العصر لو جاء يعيره أخشى أنه على خطر عظيم. سلم يا رب. أخشى أنه على خطر عظيم، لأنه في هذه الصلاة قد تكفر. قال: فقال له: ألي خاصة؟ يعني هذه الذنوب أتى من المرأة ما أتى دون أن يطأ، كل شيء. قال له: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب، قد غفر الله لك. فقام رجل قال: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، لأمتي عامة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. السيئات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا العمل الصالح. أمين. الذي يكفر الله عز وجل به سيئاتنا. أمين. أمين. ويستبدلها حسنات. أمين. أمين يا أمين. رب العالمين. أستاذ حلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خالد. وبركاته. أهلا ومرحبا. نعم ندى، تفضل. السلام عليكم. النبي استفسار سؤال كده بعد إذنك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، يعني ككفارة لقولك والنبي، إذا كنت حالفا فلتحلف بالله. تفضل يا عم حلمي، أستاذنا الحبيب. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل. أهلا ومرحبا. سؤال كده بعد إذنك. نعم، هاتي سؤالك اخي الحبيب، الله يرضى عنك. زوجتي، ربنا يصلحنا وياها، اتفضل. اختين واخ، فكيف توزع التركه؟ هاتي السؤال. ماتت عن او توفيت عن ولدين وبنت وابن واختين واخ. توفيت عن ولدين وبنت وام واخين واختين واخ واخ. حاضر، فمن الله، جزاكم الله خير. واياك. استاذ محمد، السلام عليكم. امه الله، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. بعدين يا شيخ لي سؤالين بس معلش. اتفضل يا فندم. انا الوقت انا لو انا صليت مثلا فرض واتلخبطت في الصلاه وطلعت من الصلاه وقمت عشان اصلي من تاني، يعني ده حكم ايه؟ يعني ده صح ولا غلط؟ السؤال الثاني معلش، صحة حديث تناكح وتكاثروا فاني موهم بكم الامم، يعني وهل الحديث ده لو انا بطلت مثلا انجاب ده حرمه بقى؟ مثلا لو انا جبت ثلاث مثلا اطفال وخلاص واكتفيت بكده عشان اعرف ربهم كده، فده في حرمانيه ولا الصبيان يعني. حاضر، بامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم من صفحه قناه الندى. حاضر. استاذ مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا.
استاذ احمد. يا هلا بالحبيب، اتفضل يا استاذ مصطفى. اسمعك بوضوح، هات السؤال. والله يا استاذ انت من احسن الناس اللي شفتهم على جميع البرامج. اللهم اغفر لي ما لا تعلم، سترنا الله واياك بستره الجميل. امين. ربنا يرضى عنك يا اخ مصطفى، كتر خيرك. اتفضل يا فندم. ربنا يخلينا الشيخ محمد يا رب. ربي يحفظك. الله يحفظك ويحفظك. هات السؤال الله يرضى عنك. بالنسبه للسؤال بتاعي حضرتك، انا موجود في احدى الدول الاوروبيه، فالناس اللي هم على غير يعني اللي هم المسيحيين وكده يعني بيلقوا علينا السلام. تمام، حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يقول السلام عليكم يا شيخ، أنا أذنب وأتوب وأندم وأصلي وأبكي ثم أعود وأقصر حتى يئست حتى من الحياة، ماذا أفعل؟ بالله عليك دلني. هذا سؤال ورد إلينا من صفحة قناة الندى الفضائية. هذا من أهم الأسئلة، لأنه في عمق ما تكلمنا هناك فيه. في بث مباشر الآن موجود. نعم. فهو متأثر ما شاء الله ومتفاعل معنا. نقول له أنت على خير كبير، حياة قلبك دلت على الإيمان في قلبك. وأقول لك أخي الكريم، اعلم أنك في خير وفي بر، عليك أن تأخذ نفسك بالحزم وتعلم أنك عند المعاودة للاستغفار حياة القلب موجودة، وعند التوبة والأوبة فأنت أقرب إلى ربك جل في علاه. الشيطان يهجم عليك ويهجم علينا جميعا، وهو قد يهلكنا بالمعاصي، لكننا نبطر ما فيه بكثرة الاستغفار. أنت بفضل الله بوصفك أنك تعصي وتتوب وتعصي وتتوب. أقول لك في حديث يسير فيه البشارة لك، قال فيه النبي، والحديث فيه ضعف يستأنس به، قال: ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. مفيش إصرار ما أصر مع استغفار. مع استغفار. لا إصرار مع استغفار بحال من الأحوال. نعم. ولأن نحن لسنا من أهل البدع الذين يأخذون الناس باللازم، يقولون استمرار المعصية دل على استحلالها. هذا كلام الخوارج، هذا ليس كلام أهل السنة والجماعة، بل نحن نقول كلما عصي، كلما وقع في المعصية واستغفر كلما ارتقى منزله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله قال لم يسروا على ما فعلوا. نعم. وهم يعلمون. هذه من الأهمية بمكان. وهؤلاء من الأتقياء. هذا هو. هذه صفة من صفات عباد المتقين. نعم. هذا نعم. شيخنا الكريم أيضا سؤاله الآخر، هل أهل القبور يشعرون بمن يزورهم يا شيخ الكريم؟ أهل القبور لا يشعرون بشيء البتة، ولا يسمعون شيئا البتة، إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع قرع النعال. وفي السلام فيه خلاف، قال فيه خلاف، قال النبي صلى الله عليه قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمعون شيئا، هم في حياة أخرى، هي الحياة البرزخية. لكن الدعاء يصل إليهم. نعم، يصل إليهم، لكن لا يسمعون شيئا ولا يعلمون شيئا عما نحن فيه. ما هو عتق الرقبة الآن؟ عتق الرقبة غير موجود. نعم. هي طبعا تعرف الأماء أو العبد إذا كان، ولكن يعني في هذه الزمانات يكفينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قاله الله جل في علاه في الآية: الإطعام أو الكسوة. لكن عتق الرقبة غير وارد في هذه الزمانات. نعم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. أخونا أبو محمد، إخوة الزوجة يؤذونها ويريدون طلاقها، حاولت أن تصلحهم وتصالحهم لكن بلا جدوى، الآن هم مقاطعونها، فعلى من يقع الوزر شيخ الكريم؟ لا، أنا أقول يقع الوزر على الاثنين. فهي لا تقبل منهم القطيعة، ولا بد أن تصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل بالمكافئ. وقال لأهل قريش وهم على الكفر: لكم رحم أبلها ببلالها. وأنا أنصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بلوا أرحمكم ولو بالسلام. نعم، بس ما تبقاش قطيعة. ليس لا، القطيعة قاطع في النار. نعم، سلم يا رب. نسأل الله أن يحفظنا، ومن أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. نعم شكرا. هذه من أعظم الطاعات، فبالسلام وبالهدية وتنتهي المسألة. كتب العقيدة وكتب التاريخ. أخونا الأستاذ محمد يسأل عن كيفية التعامل مع شيخ. أولا لابد أن ترتبط بكتب العقيدة أو كتب السلف. كتب المعاصرين هي تعتبر تسهيل لتفهيم كلام السلف، لكن الاعتماد الكلي على كتب السلف. أي اعتماد على كتب الخلف أو المعاصرين في كتب العقيدة، حقا المرء قد لا يكون على العقيدة
نقول التي تشربت من النبع الصافي، لابد من الارتباط بعقيدة السلف بكتب السلف، لأن هؤلاء هم الذين تربوا على يد من تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن الناس اعتقادا في الله من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وبعده من؟ من تعلم على يديه، وبعده من؟ من تعلم على أيديه. فكتب السلف هو التي يسير معها، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب أصول الاعتقاد للكائي، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري. هذه من أهم الكتب، لا سيما إن كانت محققة تحقيقا متقنا. جزاك الله. وكتب المعاصرين يستأنس بها، لا تكون عمدة ولا يقف معها على أن يتأسس عقديا منها. جزاك الله خير، أسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين، أمين، وأن يرزقنا التوحيد الحق، أمين. كتب التاريخ، كتب التاريخ يعني لابد أيضا أن يهتم بالكتب المحققة، وإن كان سيميل للمتأخرين كتب الذهبي من أمتع الكتب، من أمتع الكتب في ذلك. ومع ذلك أقول وعليهم كتب المتقدمين. بنك يشتري أشياء ثم يبيعها ويقسطها، الضابط كي تكون هذه المعاملة طيب، معاملة صحيحة سليمة. إذا أنت أوقفتني عند النتيجة دون الكلام عليها تفصيلا، سأذهب معك إلى ما تحب. أقول بأنه لابد لابد جاوب كيفما تشاء. لا لا لا، سأسير معك على أحرق على بهذا الأدب، أنت فوق رأسي والله وسيدي، فأنا تحت أمري. أقول لابد للبنك أن يمتلك الحديد امتلاكا تاما، والملك التام لا يكون بالتعاقد ورقا، لابد من القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شيئا شيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. نعم. طعام وغير طعام طبعا على خلاف فقهي موجود نقر به بين المالكية وبين الجمهور، ثم خلاف فقهي بين الشافعية والحنابلة وبين الأحناف في المنقول وغير المنقول. إذا من اشترى شيئا، الفاصل في النزاع حديث النبي عليه الصلاة، من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، والقبض أن ينقله، فإن قبضه يأتي المشتري فيتعاقد معه منجما بزيادة، منجم عن أقساط يعني، وليس فيها ثمة شيء، وبذلك تصح المعاملة بإذن الله. جزاك الله خير، أحسن الله، أسأل الله القبول. حكم التداول في البورصة شراء الأسهم، وأخونا الكريم الأخ عبد الله يقول إن الشركات التعاملات تتعامل في أمور مباحة. الحمد لله إحنا عندنا شرطان. نعم. لأن البورصة فيها الغص وفيها السمين، والبورصة فيها الحرام وفيها الحلال. البورصة فيها بيع النقد اللي هو كما تقول سمسارة المال، فيها بيع صرف مال بمال دون التقابض في المسجد في المجلس، وأيضا سمسارة مجهولة فيلفها الحرمة من كل وجه، إلا في هذه الأحوال بفضل الله الذي فعلها. هناك شركات قائمة تعمل والعمل قائم، حضرتك سألته وأعطاك الإجابة وافية، وأيضا العمل حلال. الشرط الأول توفر بفضل الله الذي فعلها، النسبة معلومة والسهم معلوم، هو ينتظر إلى يعلى ويبيع له ذلك وليس فيها ثمة شيء. الأصل أن الله أحل البيع وحرم الربا، نسأل الله أن يرزقنا الحلال، أمين، وأن يبارك لنا فيه، فهو ليس فيها ثمة شيء. نعم. توفيت عن ولدين وبنت وأم وأختين توفيت عن وأب عن ولدين نعم وبنت، يبقى عندنا ثلاثة من الأولاد، وأم وأختين وأب، وأختين يعني أم وأب. نعم. طيب الأم لها السدس والأب له السدس، والأخوات الإخوة والأخوات ليس لهم شيء، والباقي للولدين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيب. طب لو قلنا مش أب هيبقى أخ، خلاص ما هو الأخ رايح الفرع الوارث حجب يعني حجب الإخوة والأخوات، يبقى الأم لها السدس الذكر حجب نعم الإخوة والأخوات. نعم. فالأم لها السدس. نعم. والأولاد لهم الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيب. جزاك الله خير شيخنا الكريم. لو اتلخبطت أما طلاب في الصلاة وأعادت الصلاة ما الحكم؟ يعني اتلخبطت، يعني اتلخبطت في العد، صلت كم ركعة؟ ما كان لها أن تخرج. نعم. ما كان لها أن تخرج، كان لها أن تستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن المرء إذا كان لا يدري أصلى ثلاثة أم أربع فليبني على اطرح الشك وابني على مستيقن. نعم. فيبنيها على الثلاثة، ولكن إحنا الآن بنتكلم على أنها فعلت ذلك، خرجت من الصلاة، أقول لا تفعلي ذلك مرة ثانية. قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم،
النبي صلى وسلم من الركعتين ساهيا. لما؟ لأن النبي بشر، قال أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فسلم فجلس الصحابة، يعني منهم الذي ما يتكلم يقول التشريع ينزل، وخرج السرعان إلى المسجد، قالوا الحمد، قصرت الصلاة أسرعوا إلى بوابة المسجد وقالوا قصرت الصلاة وذو اليدين قام، فقال للنبي فسأل تصريحا، نسيت، وأنا أشوف يعلم البشرية، هو نبي لكن قد ينسى، صلى الله عليه، نسيت أم هو قصر للصلاة، ونسان هنا للتشريع، وكان النسيان للتشريع. نعم. لكن لا يقال أنا أنسى لأسن، حديث لم يصح، هذا لم يصح، بل هو ينسى لأنه بشر، صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس في مقام التبليغ، هذا في مقام التطبيق. وحتى ولذلك لما صلى ارتجت عليه آية، بعد ما ارتجت عليه آية قال أفي القوم أبي، قال نعم، قال ما منعك، يعني تردني. وأيضا لما سار وسمع الرجل يقرأ قال رحم الله فلان، أذكرني آية كذا وكذا. عند التطبيق نعم، لكن عند البلاغ والتبليغ لا ينسى. لا، المسألة صلى الله عليه وسلم من فوق العرش الله حفظه وثبت جنانه، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع ثم إن علينا، انتهى. لا تتعنى في الحفظ، ستراه في صدرك وتبلغه. فهنا سلم من ركعتين ولم يلغي الصلاة. لما قال لأبو بكر حق ما يقول ذو اليدين، قالوا اللهم نعم، فقام النبي فصلى وأكمل الصلاة وسجد بعد السلام للسهو، فكان أولى بها لا تبطلوا أعمالكم. وما فعلته أنها صلت بعد ذلك الصلاة بإذن الله. جزاك الله خير فضيلة الدكتور محمد. تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم. حديث الأصل فيه ضعف، لكن الحق أن حسان كثير من العلماء، لا سيما المتأخرين، والألباني رحمة الله عليه من المجددين رحمة الله عليه، حسن الحديث، تناكحوا تكسروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. هناك روايات كثيرة جدا جاءت تعضد المعنى بمسألة الزواج من الودود، لأن هذا مقصد أصيل من مقاصد النكاح. الأخت الفاضلة تقول يعني لو اكتفت بعدد معين كي تحسن التربية، فهل يقع الإنسان في إثم؟ يقع الإنسان في مخالفة المقصد الأسمى للنكاح، قال إني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فالحاصل الشيء الوحيد الذي جعلها تتوقف هو إعياء وتعب، وطبيبة ثقة قالت أنت لا تحتملين، فلها أن تتوقف حتى تحتمل، لا يكلف الله نفسا إلا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هكذا نقول من أجل رغد العيش أو غير الرزق من الله جل وعلا. يعني مسألة أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل، كلام ما أنزل الله به من سلطان. سبحان الله، هذه تساوي حياة أعتم. الأخ مصطفى موجود في أحد الدول، لو غير المسلمين ألقوا عليه السلام شيء يرد كثير. السلام نعم. قال حتى لما قال اليهود للنبي السلام عليك، السلام على الموت، السلام عليك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم. رد ما ترى، لكن رد قال وعليكم. جزاك الله خير. نعم شيخنا الكريم يوسف، لكن يرد على هذا وعليكم أخونا على ولا يزيد. جزاك الله خير. نعم أخونا يوسف الجبوري على صفحة قناة الندى يقول ادعو لابني بالمستشفى في حاله خطره، اسال الله ان يجيه، نسال الله ان يقر عينه به، نسال الله ان يلبسه ثوب الصحه والعافيه. آمين, امين 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 اللهم امين، ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا. امين امين يا رب العالمين. اريد ان اعرف كيف اثبت على الطريق، واريد ان اعرف الادعيه الجامعه. وطبعا كيف اثبت على الطريق، اولها واخرها واوسطها وركنها الركين واسسها واساسها هو الدعاء، ان صدق اللجا لله جل في علاه بالدعاء يثبت الله جنانه، لأن التثبيت ليس من أحد إلا من الله جل في علاه. وإذا قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأقول من النصايح عند التثبيت، اجعل لك أوراد في ذكر وقرآن صباح ومساء، وكن مع صحبة الخير في حلك وترحالك، واعتني بمجالس العلم فامكث فيها، هذه من أسباب الثبات على الخير. مجامع الأدعية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم العباس رضي الله عنه وأرضاه أن يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. آمين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين. لو معنا اتصالات يا أستاذ عدنان لا بأس،
نعم دكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية. أمين. نعود إلى مكفرات الذنوب والمعاصي. نعم قلنا فيه. بأن الحسنات يذهبن السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في اليوم والليلة 5 مرات هل يبقي من ضرنه من شيء؟ قالوا لا يبقي من ضرنه من شيء، أو قال لا يبقى من ضرنه من شيء. قال هكذا الصلوات، فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. وأيضا من الصالحات المكفرات للسيئات الوضوء الطهارات، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رأيت ربي في أحسن صورة، أو قال في سنة الترمذي أتاني ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم فيه الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله فعلمت كل شيء، فقلت في الكفارات وفي الدرجات. وذكر من الكفارات انتظار الصلوات بعد الصلوات في المساجد، هذه أيضا من المكفرات، لأن الملائكة تجلس تدعو إذا جلس في المسجد تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وأيضا إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، كل هذه مكفرات للسيئات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطوات خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. وأيضا من ذلك كثرة الذكر، كثرة الذكر من المكفرات، لأن النبي قال إذا أسأت فأحسن السيئة بالسيئة والسر بالسر والعلانية بالعلانية، وأتبع السيئة الحسنة اتق الله حيثما كنت. نعم. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أنا أرى أن الخلق الحسن من أعظم المكفرات. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق. أمين. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضل. تفضل يا فندم. هات السؤال الله يرضى عنك. من بحضرتك كل سنة وحضرتك طيبين. يا رب يسعدك، تفضلي يا فندم. الله يخليك. ممكن أسأل شابك سؤال؟ تفضلي. أنا ابني متوفي بقاله شهرين، ابني عمره 16 سنة. وهو توفى فجأة. توفي فجأة، وأنا عايز أعرف يعني 16 سنة ده طبعًا هو يعني كان مقصر في الصلاة، فدي حاجة طبعًا قلقاني وعاملاني طبعًا ألم. أنا الحمد لله محتسبة عند ربنا والحمد لله. وصبرة والحمد لله، بس أنا عايز الشيخ يكلمني كلمتين. يعني عايز أعرف 16 سنة ده العمر بتاعه ده في الحساب، وعايزة برضو أعرف هو شهيد لأنه وتوفى كهرباء وتوفى فجأة، وأنا خدت ورحت المستشفى، فأنا يعني أنا هبلت شوية وعملت شوية، بس رجعت بعد كده قبل ما لسه في البيت استغفرت ربنا وتوضيت وصليت والحمد لله وحمدت ربنا، ولحد دلوقتي الحمد لله ربنا مثبتني يا رب يرحمه ويصبره. بس انا عايز اسمع الشيخ كلمتين يهدلوا اعصابي، لان انا نفسيتي تعبانه ولا ببطل عايط ولا عارفه اكل ولا عارفه اشرب ولا عارفه اعيش مع اولادي. ربنا يصبره ويرحمه. السلام عليكم يا امه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضلي. تفضلي يا اختنا الله يرضى عنك. هاتي السؤال. السلام عليكم. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. انا كنت قلت لحضرتك الصبح على سؤال في الحلقه الصبح حضرتك ما جاوبتنيش عليه. الا وهو اللي هو بتاع البطاقه وبتاع فرق العيش. الشيخ اجاب الشيخ. نعم. شعبان الشيخ اجاب عن السؤال وقال لا باس. اقوله تاني. الشيخ اجابك مش اللي هتاخدي بدل العيش بجنيه هتاخدي بداله بيض وحاجات كده. الشيخ اجاب ان شاء الله، بس الله القبول، وقال لا باس من بهذا العمل. نعم شيخنا الكريم، اسال الله ان يمتعك بالصحه والعافيه. امين. وراك رقيق الحال شيخ الكريم وتتاثر استغفر الله. اسال الله ان يتقبل ويرزقك كده القلب. امين. وانفعنا بعلمك. امين. امين يا رب العالمين. امين. امة الله وسؤالها عن ابنها رحمه الله عليه رحمه واسعه. رحمه الله عليه. رحمة الله عليه، ونسأل الله جل في علاه مسكنه وفسيح الجنات. نسأل الله جل في علاه أن يعظم لها الأجر والمثوبة عامة، وبشرها بقول الله جل في علاه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إذا صبرت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هي قد يكون علامة القرب ما ابتلاها الله بذلك.
أنا أولا أنصحها هي، لأنه الذكرى للحي، أنصحها هي الآن أن تتصبر وأن تثابر على الطاعة والاستغفار، ولها أن تتصدق عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فلو تصدقت صدقة جارية بئر أو ماء، وهو أفضل الصدقات الجارية الماء له، وأيضا أفضل الدعاء وأصدق الدعاء منها هي له. هذا بالنسبة إذا أرادت أن تطمئن عليه، وإن شاء الله تطمئن، لكن الحق أنا لن أدلس عليها، بلغ من العمر ما يكون فيه محاسبة. لكن نسأل الله أن يجعله من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعله من أهل الجنة، هو محاسب، لأنه الحق أنه إما أن يبلغ 15 من عمره، فبذلك إن بلغ هذا السن فقد يعني بلغ مبلغ الرجال، فيكون محاسبا. فإن شاء الله نسأل الله أن تكون له الحسنات الغالبة على السيئات، وأيضا دعاء كما قلت لك أن الدعاء واصل له، فهو بإذن الله نسأل الله أن يكون في خير حال، ونسأل الله لنا في علاه. وننتبه جميعا أن الموت ليس عنا ببعيد. لا، قالت مات موت الفجأة، وهذه من علامات الساعة. من علامات الساعة كثرة الموت الفجأة، وهو كثير في الصغار. فنسأل الله لنا في علاه أن يقينا موت الفجأة. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأنا أقول عليك بالثبات والسداد والرشاد، كما قلت عليك بأن تتصدقي، أن تكثري له من الدعاء، واثبتي على ما أنت فيه من الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ. أستاذ كمال، أهلا ومرحبا، تفضل يا فندم. الله يبارك في حضرتك يا رب. معلش، هو سؤال برضه بخصوص العيش، معلش كتنا. طبعا أنا في البطاقة تابعة، فطبعا نزل اثنين متزوجين يعني، ففاضل خمس، فدلوقتي بيدوني في التموين خمسة وفي العيش سبعة، وانا بلغت عن كده، والاثنين الزياده دول اخر الشهر بطلعهم للناس اللي هم ما عندهمش ايه عيش يعني، فده يعني اعمل ايه بقى، عليا وزر ولا اعمل يعني؟ حاضر يا عم كمال، فامان الله عليك، صلاه الله وبركاته، فامان الله. نعم شيخنا الكريم، عم كمال يعمل ايه في مساله العيش؟ هو جزا الله خيرا يعني، بلغ. عنده اثنين، هو بقى بلغ هو كده قد ما عليه بفضل الله. هو كمان بيتخلص. لا، اذا ما هو طالما بلغ برئت صحته، دي اول شيء. الامر الثاني ان هو بعدما بلغ لم يجب، فهو بياخذ الباقي او حق الاثنين ويخرجها لمن يستحق، وهذا ما يفعله، وهذا الاسد في الفعل، لان في كثير من الذين يحتاجون ما استطاعوا ان يملكوا مثل هذه البطاقات. نعم شيخنا، فهم احق بذلك. جزاك الله خير. لو شكيت او نسيت ركعه ماذا افعل؟ هذا سؤال ورد الينا من صفحه قناه الندى الفضائي. نعم، لو شكيت او نسيت. لو شكيت او نسيت يبقى في العزم، شك فيه او اذا شك فيه يبني على الاقل في الشك. هذه قاعده تامه قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري صلى ثلاثا ام اربع، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. في الشك مخير. الحق ان مساله سجود السهو فيها خلاف عريض بين العلماء، منهم من قال السجود قبل السلام كليه، ومنهم من قال سجود السهو بعد السلام كليه، ومنهم من فرق كالتفصيل للمالكية والحنفية. الذين قالوا قبل السلام الشافعية، الحناف قالوا بعد، وأما المالكية يرون أن المسألة على التفصيل، قاف قاف دال دال وبينهما أنت مخير. إذا كان نقص إن كان عن نقص فقبل السلام، إن كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وإن كان عن شك جاءت الأدلة. هذا كلام أحمد، جاءت الأدلة على التخير. فإن كان قد شك يبني على الأقل ويزجد قبل السلام، وإن كان قد نسي وجازم بالنسيان فيأتي بما نسى. لكن لو كان شك، وهذا الشك له اجتهاد عند الحنابلة، له اجتهاد غلب على ظنه أن هذا الشك كان وهما، فيبقى على ما هو عليه، وأيضا يسجد سجدتي سهو. نعم. سؤال آخر من صفحة قناة الندى الفضائية أتانا من خلال البث المباشر: أنا امرأة، هل التسريحات العالية للزوج في المنزل حرام أم حلال؟ تقصد الزوج هو اللي بيسرح ولا هي اللي بتسرح لزوجها، خايفة لا تقع تحت حديث رؤوسهن كأسنمة البخت؟ لا 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 لا، هذا بتعمل دي الحصان، بتعمل حاجة تعمل دي اللي تعمله هي أصلا. وجب عليها أن تتزين كل الزينة لزوجها في هذا الباب. والكلام على أسنمة البخت على أنها تتبرج به، تمشي في الشارع يعني تتبرج به، لكنها في هذا الحال تؤجر على ذلك، بل يعظم أجرها
أنها تعف زوجها. نعم شيخنا الكريم، سؤال أيضا ورد إلينا من صفحة القناة، أن تحفظ أو يحفظ صورة النساء، فكيف تكون الطريقة لتثبيت الحفظ شيخي الكريم؟ كثرة القراءة في النوافل. نعم. يعني كلما صلى النافلة يراجع حفظه في النافلة، وأيضا يسمع كثيرا، السماع يثبت له الحفظ، ويقرأ بعد ذلك في النوافل لا سيما في قيام الليل. نعم، أسئلة كثيرة ولكن هكتفي بهذا السؤال حتى نختم، لأن الوقت قد ينتهي بالفعل. شيخنا الكريم، هل يمكن للجن أن يدخل جسم الإنسان مع ذكر الأدلة؟ وشكرا علماءنا الأجلاء، أسأل الله أن يحفظهم جميعا. أمين. نعم شيخنا الكريم. نعم، الجن يصيب الإنس ويدخل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتسائب لابد أن يغزم لأن الجن يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن مر على امرأة فقالت إن ابني هذا به الجن، به جن، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وفغرفاه، ثم قال أخرج، أخرج عدو الله، أنا رسول الله. كلام النبي ليس لغوا، يكلم من؟ قال أخرج، أخرج عدو الله، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله جل في علاه ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وهنا جاءت امرأة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أدعو لي فإني أسرع وأتكشف، يصرعها الجن، إني أسرع وأتكشف. فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. نعم، بس كان يقول من أراد أن ينزل امرأة من أهل الجنة فلينزل إلى هذه. في رواية ليست في الصحيح، في رواية إن لم أكن واهما أنا، في رواية قالت إن الخبيث يتكشفني، قالت أصبر ولكن الخبيث يتكشفني، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وصبرت. وقال ابن عباس من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. فالحق أن الجن يتسلط على الإنس، وقد قال النبي أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال من استيقظ من نومه فليضع ماء في أنفه وليستنثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فكل هذه أدلة متعاضدة على أن الجن يصيب الإنس، ولكن الإنسان إن يعني جعل نفسه في وقاية وذكر الله عز وجل طبعاً، وحافظ على الوضوء والصلوات، يحافظ على الوضوء وعلى الصلاة وعلى الذكر وسورة البقرة، في حسن الحصول، في حسن الحمد لله، نسأل الله أن نكون جميعا في حسن. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الناس ما تقولش الشياطين هذه تسكننا دلوقتي، لكن الحرب الحرب مشتعلة مستعرة. يوم أن أبى الخبيث كبرا، أبى واستكبر وكان من الكافرين، ما زالت حرب، هو بينتظر غفلة من الغفلات، وكم من الغفلات نقع فيها، فيمكن أن ينتهز غفلة فيصيب. نعم. فإحنا نقول الوقاية بذكر الله لأنه خناس. نعم. كلما ذكر الله خنسه. والإخلاص والمعوذتين والدعاء. والدعاء هذا. شيخ الكريم، هل يجوز الحلف على المصحف؟ نعم، يجوز الحلف على المصحف إن كان يقول بأن المصحف كلام الله، يعني المعنى أنه يقول والمصحف فعلت كذا، ده مقصود الناس العوام، والمصحف فعلت كذا، فنسأله ماذا تقصد بالمصحف؟ قال الله تكلم بالقرآن، نقول له نعم، لك أن تقسم بالله بذاته المقدسة بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، نعم هذا صحيح في هذا الباب. أما إذا قال المصحف يقصد به الورق فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا مستبعد. طبعا مستبعد. جزاك الله خير دكتور محمد حسن عبد الغفار. والأسئلة على صفحة القناة كثيرة، ولكن نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت منذ دقائق حقيقة. أسعد بوجودي مع حضرتك، وجزاك الله عني وعن المسلمين كل خير. أمتلئ شرفا، وأشكر لك وأشكر المشاهدين الكرام، وأسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحب الجميع مع حضرتك في الله. أنت من الأخيار ومن الأبرار، نسأل الله في علاه أن يجعلك فوق ما نظن بك. اللهم اغفر لي ما لا تعلم، وأسأل الله عز وجل أن يسترنا جميعا بستر الجميل هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا أهل